وصف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالهش، وربما اليوم صحت التسمية مع حدوث تطور درامي غير المشهد بشكل مفاجئ ووضع حدا ولو مؤقتا للأزمة السياسية. الخطوة المفاجئة اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وشريكه رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية يائير لابيد، وأعلنا نيتهما تقديم مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات. ستجرى الانتخابات بعد 3 إلى 4 أشهر، محددين موعدا مبدئيا في 25 من أكتوبر المقبل إن لم ينجح زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بمشروعه لتغيير الموعد. لكن وحتى يحين موعد ظهور النتائج وتشكيل حكومة جديدة، يصبح لابيد رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، وسيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذه الصفة. تحدث بنت عن إنجازات حكومته الائتلافية سياسيا أمنيا واقتصاديا، لكن الإنجاز الأهم وفق الرجل إعادة العلاقات مع واشنطن والتسبب بعدم التوصل لاتفاق مع إيران. بنت أشار إلى أنه عمل كل ما في وسعه لبقاء الحكومة، لافتا إلى أن عدم القدرة على تمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين أوصله إلى التوجه إلى الشعب بالانتخابات، وهو القرار السليم. نفتني بنت. أيها المواطنون الإسرائيليون، نقف أمامكم اليوم في لحظة ليست سهلة، لكن بالتفاهم اتخذنا القرار الصحيح لإسرائيل. زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو رحب بقرار بنت ولابيد، مشيرا إلى أنه سيبذل كل جهد ليصحح الوضع الذي عاشت فيه إسرائيل. وكان نتنياهو قرر طرح مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات، لكنه قرر أيضا الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة غدا، فإذا لم تتوفر له مسبقا الأكثرية فسيسحب المشروع، لكنه لم يخفي فرحته بما حدث. يجب أن أخبرك أن الناس هذا المساء يبتسمون، حتى على الطريق هنا يبتسم الناس ببساطة، لأنهم يشعرون أنه على الرغم من هذا التعديل في الوعي والذي سمعناه أيضا الليلة، فهم يفهمون أن شيئا عظيما حدث هنا. نحن نتخلص من أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل.